هذا واحد متبادل هو واحد بأخته وشردت حربة الرجال هذا وعنده برعه عنده برعه يبي يجيب أخته على أساس إيش يمسك الآن هذا كرد أخته على حرمته على قال روح اليوم إنك لقيته كبه وتعال وما لقيته هاته وتعال راح الورع جاء معود قال ها قال رحت وما لقيته وجاني وخليته قال هب هذا هو بلح كيف لي صلح ولا الورع ميت حطاه حيل ايش رايك؟ ايش معناها يا ام جابر اذا بدايه القصه انت تقول اذا ايش؟ اما لقيت اللي لقيت خلوا تعالوا اما لقيت جيبوا تعالوا. اي ايش معناها؟ اذا لقيت الرجال ايه لا تجيب عمتك لانها هي اخت الرجال ام الولد عمة الولد هذا. ايوه. لا تجيبها حرمة الرجال هذاك عمة الولد تصير. اخت ابوه. وما لقيت الرجال هاتها وتعال عرفت عرفت ذحين هين فهمت لك وكلمة أهب هذا هو بلح كيف اللي من الصلح يعني هذا هو الصغير كيف اللي كبر يصير أشكل مني في الذكاء انظروا وليه ميت فهمت ايه فرحبه ولا تعال عن رد على الظل حذاك ايش تشوف فيه والله شوف فيه تيوس شوف فيه مازه والله لا وديك معاك يا ايش رايك؟ لا لا فهمت بخليك ليه بخليك تابع القصه مزبوط